ما هلا انه رح نروح لاولى محطاتنا. وطبعا بنعرف انه الزواج اذا كان مبني على اساس سليم فهذا الشيء رح يعطي اسره سليمه من كل الجهات. ودائما نحن بنعرف انه الاسس الزواج مو بس الاسس النفسيه والاجتماعيه والماديه وايضا الجسديه من حيث التاكد من سلامه كل الازواج مع بعض، لانه كمان هذا بيأثر على مستقبل الجيل اللي رح يجي أو الأطفال اللي رح تجيبون هاي الأسرة. أكيد سلمى، مثل ما قلتي نحن بنعرف إنه الزواج هو النواة الأساسية للأسرة لبناء أي مجتمع، بس لازم فعلياً يكون في توافق اجتماعي نفسي وبدني. في كثير من الفحوصات لازم يكون فيها الزوجين قبل الإقبال على الزواج. يمكن في كثير مشاكل كنا نشوفها سابقاً بسبب عدم إجراء هذا الفحص الطبي، اليوم لا، في تطور كثير كبير، في كثير فحوصات لازم يقوموا فيها لأنه بتأثر على عملية الإنجاب، على شخصية الولد ونفسيته، لأنه ممكن يكون في آثار بجسده حسب الزواج إذا كانوا أقارب ولا لا، أو في حتى اختلاف زمرة الدم. ما كنا نعرف أو نسمع كل هاي التفاصيل، لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور محمود صلاح الجمال، أخصائي تشخيص مخبري. يسعد صباحك. صباحك أنا سعد. أهلا وسهلا فيك والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جاي اليوم من حما. أي والله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباحك. يعني هلا صار هذا شيء مثل ما بيقولوا شيء قانوني أيضا مفروض على كل من يقبل على الزواج ضمن استمارة تقدم بأحد المراكز المختصة بهذا الموضوع اللي هي بتعمل فحوصات ما قبل الزواج. ولكن بالبداية خلينا نعرف الناس شو نوعية هاي الفحوصات وشو الأمراض اللي تستقصيها هاي الفحوصات. بداية يسعد صباحكم وصباح جميع المتابعين. التعريف للزواج هو الزواج بشكل عام هو تكوين أسرة ضمن مجتمع كبير. صحيح. هو الركيزة الأساسية. ولحتى أنا أحصل على أسرة سليمة ومعافاة وأبناء أصحاء لازم أتبع كثير خطوات، وأهم من تحريمها قبل الزواج. طبعا نحن في سوريا متعارف عنا 4 تحريمة قبل الزواج وكلهم مهمين. يجب التركيز عليهم. أول تحليل هو الأمراض المنقولة جنسياً، منها التهاب الكبد ب والتهاب الكبد سي والعوز المناعي المكتسب المتعرف عليه الإيدز. التحليل الثاني واللي ما بيقل أهمية عن البناء الأول هو فصيلة الدم. يجب التأكد من فصيلة الدم لدى الطرفين، لأنه بتلعب كثير دور مهم بالنسبة للإنجاب. يعني مثلاً أنا إذا كنت أنا من حامل العامل الريزوسي موجب وتزوجت من طرف سالب، احتمال ان انجب الطفل المصاب 50%. طبعا راح يكون مصاب بمرض انحلال الدم. تلاسيميا. تلاسيميا. التحليل التالي وهو التوافق الجنيني، وهو كمان مهم كثير، يعني لازم ينعمل للطرفين. شو المقصود في هذا التحليل؟ تحليل التوافق الجنيني. تفضل. تفضل. طب خلينا نفصل اكثر، اذا بدك تشرب كاسه مي اشرب، بس هي تفضل شفت مي، لنحكي بشكل مفصل اكثر اهميه هي الفحوصات كثير اليوم مهمه قبل الزواج لاي زوجين. بنعرف سابقا كان في يعني حالات زواج اقارب وفي مشاكل بالانجاب، اليوم عم تخف تدريجيا بسبب هي الفحوصات. خلينا نحكي اهميتها القيام فيها لكل زوجين قبل الزواج. اهميه التحاليل من قبل الزواج هي من اهم 4 بنود. اولا تخفيف الضغط على المؤسسات الحكوميه وبنك الدم. ثاني بند انه بينتشر الزواج بمفهوم طبي وراقي. وانا بصير عندي اسره سليمه. البند الثالث واللي اهم شيء لازم يكون هو الحد من انتشار الامراض الوراثيه والامراض المعديه. الامراض الوراثيه بتتضمن فقر الدم والتلاسيميا. الامراض المعديه مثل ما ذكرنا سابقا التهاب الكبد البي والسي والايدز. طيب هدول الامراض يعني نحن من كل فتره بنشوف دائما بيعملوا مثل حملات توعيه، ويمكن الاخطر هو التلاسيميا لانه هي نتيجه فعلا عن زواج من دون تحليل، يعني هذا السبب الرئيسي لها.
ويمكن الناس مفكرين انه تحليل ما قبل الزواج هو فقط تحليل للتلاسيميا. هلا انت عم تخبرنا عن انه في طيف واسع من الامراض ممكن يتم استقصائه من خلال هي التحاليل. اذا طلعت النتيجه انه هي لا في عند شخص احد هي الامراض، شو الاجراءات اللي بتعملهم الجهه معه؟ هلا وجود مرض من هدول الامراض ما بيعني انه يوجد شيء معيب او خلل بالزواج او شيء يمنع الزواج، ولكن هو يمكن يكون حامل وليس مصاب، بس يجب الاقتران بطرف سليم. يعني مثلا لازم يقترن بزوجه سليم لك عشان ما ينجب اطفال مصابين. بخبرون يعني بيقولوا لهم انه في طرف سليم وطرف حامل، او اذا الاثنين عندهم مشكله في شيء اجراء مثلا ممكن يمنع تاخذ اجراءات شيء الوحده طبعا او مركز الفحوصات قبل الزواج؟ طبعا هلا اذا انا تقدمت انا والخطيب وكنا حاملين المرض التلاسيمي اكيد بيمنعوا هذا المرض، بيمنعوا هذا الزواج لانه نحن مو مصابين نحن حاملين. فراح انجب حتما اولاد مصابين. فراح يزيد الضغط يعني على المجتمع وعلى الأسرة، وراح يخلف مشاكل أسرية كثير. طيب خلينا نحكي اليوم أهمية التوعية بخصوص فحوصات ما قبل الزواج قديش مهمة. يعني نحن بنعرف في بعض المناطق يمكن أو المناطق اللي هي الريفية أو البعيدة في زواج تقليدي بيتم ممكن يأثر بالإنجاب على الأولاد، أهمية التوعية اليوم ونشرها على نطاق واسع قديش مهمة؟ مهم لدرجة تفوق الخيال، وخاصة ما تفضلتي حضرتك بالأرياف. صحيح. زواج الأقارب لأنه كان نسبة الأكبر يعني، لا يعني يجب الاقتران والحد من هالزواج الأقارب، خاصة من العائلات اللي عندها مشاكل وراثية مثل ما ذكرنا فقر الدم المنجلي أو التلاسيميا. طيب هاي الأمراض ممكن في شيء ما بيظهر ولا لا الأكيد أنه كله بيظهر بالتحاليل؟ هلا إذا بدنا نحكي عن الأمراض الوراثية كتلاسيميا وفقر المنجلي ما بيظهر، أعراضه ما بتظهر بس بتشخص من تحاليل الدم. طيب هي الأكثر الأمراض شيوعا الوراثية لأزواج الأقارب؟ فقر الدم المنجلي والتلاسيميا حصرا، ولا في أمراض أخرى؟ في أمراض أخرى لكن هي الأشياء واللي يعني أكثر شيء بيفتشوا عنا بالتحاليل ما قبل الزواج. طيب هلا من وقت ما بلش يطبق هذا النوع من التحاليل ضمن المراكز عنا وصارت استماره مثل ما قلنا ضروريه ولازم تكون موجوده بكل استمارات الزواج، قديه شفتوا قلت نسبه الاصابه يمكن بالتلاسيميا؟ قديه صار في وعي عند الناس شوي بهذا الموضوع؟ والله لحد الان في يعني تغميض اعلامي كثير عن هاي الموضوع، خاصه انه التحاليل ما قبل الزواج. يعني لهيك انه اي اثنين مقبلين على خطوه الزواج لازم يعني يتبعوا هي الخطوه، التحاليل ما قبل الزواج، وخاصه بالامراض اللي ذكرناها نحن سابقا. ولازم المده تكون قبل الزواج اقل شيء 3 شهور. طبعا بيعطوهم وثيقه انه هذول يجتازوا التحاليل الطبيه وموافقين على الزواج لتقدم للجهات المعنيه. ولكن اذا بعد فتره انطلب منهم اعاده التحاليل هم بيعيدوا التحاليل اللي المقترن بالامراض المعديه مثل عندنا الايدز او المهبل الجرثومي او الزهري. يعني ذكرت خلال حديثك انه يعني عم يكون في تغميض اعلامي مثل ما عبرت اليوم، يعني وجودك عبر الاعلام للتوعيه ونشر اهميه اليوم هذه الاختبارات، شو حابب تحكي بخصوص هذا الموضوع لكل الناس اللي عم يتابعونا وخصوصا الشباب؟ يعني رغم كل الظروف نحن الزواج مستمر بسوريا واحيانا عم تتم تسهيلات كثير كبيره للطرفين، فقديش مهم اليوم هي التوعيه وحابب تحكي عبر الاعلام؟ يعني لما نقول تغميض الاعلام عن هي الجزئيه، شو هي الجزئيه اللي حابب تحكي عنها اساسا؟ بكل بساطة يعني أنا بدي أوجه رسالة لكل مقبلين الزواج إنه ما يستهتروا بشيء اسمه إنه فحوصات ما قبل الزواج، مثل ما ذكرت حضرتك إنه في كثير تساهلات. صحيح. بمنح وثيقة وبتقدم للجهات المعنية وبصير الزواج، ولكن الكارثة بتصير ما بعد سنين من الزواج عندما يصير أول مولود. راح يجي مصاب أو يجي حامل، فأنا بتجنب هاي الخطوة وبتجنب اللعبة الأسرية على الأسرة وعلى المجتمع. بهتم اكثر بالتحاليل ما قبل الزواج. بس قديش النسبه خفت يعني بعد هي التحاليل اذا بدنا نعطي نتائج مخبريه من خلال عملك؟ اذا عم يخف يعني ما عم نقول نحن في لسه بعد بعض الاهل او الزواج التقليدي او الاقارب، بس فعليا هي الاختبارات عم تمنع بشكل أكيد. كبير، فالنسبه عم نشوف فيها تدريجيا عم تخف خلال السنوات.
اكيد صار في اختلاف كثير بين هلا وبين السنين الماضيه، اختلاف شاسع. ولكن لحد الان في تساهلات وفي تغميض عن التحاليل ما قبل الزواج. يعني في كثير تساهلات، فلا انا من هلا قبل الزواج بقدم على هي الخطوه، بعمل تحاليل. ومثل ما تفضلنا سابقا انه وجود خلل او شيء معيب، يعني اذا وجدت في صفه حامله المرض ما في شيء معيب او شيء يمنع الزواج، انما بس انه لازم نحن نحطهم على الطريق الصحيح، انه اقترن بطرف سليم لتحسن انجاب اسره صحيحه. صحيح. طيب دكتور كمان خلينا نحكي اليوم طبعا هي التحاليل، شو الاجراءات اللي ممكن الشخص ياخذها قبل ما يروح؟ يعني دائما الناس بتسال هل هي مثل تحاليل الدم العاديه لازم انا اكون صايم مثلا ولا لا، هذا النوع من التحاليل ما له علاقه؟ لا 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 ابدا. هل هي فقط تحاليل دم ولا مثلا ممكن ياخذوا شيء اخر او اي نوع من انواع التحاليل بشكل غير الدم؟ بس نشرح هيك تفاصيل للناس مشان كمان، قبل بكم يوم لازم تنعمل ولا كمان هي التوقيت ما له علاقه؟ ما في توقيت محدد، وما في يعني وشرط الصيام مو مطلوب. طبعا هي التحاليل عبر الدم بس. شو الاوراق اللي بياخذها معه؟ يعني هل انا بروح دغري ولا في اوراق معينه لازم اخذها معي، او في استماره ايضا لازم تتاخذ لحتى اقدمها؟ اكيد في استماره باي مركز مراكز الفحوصات الطبيه معروفه بكل سوريا. في مركز متخصص مثل بنك الدم. انت بتاخذ استماره بتعبيها من قبل الطرفين، وبنعملوا التحاليل الاربعه اللي ذكرناهم نحن. صلاحيتها 3 شهور. بدون اخراج قيد مثلا، بدون صور، كل هاي التفاصيل، لانه في ناس يمكن ما بتعرف واوقات بتدور على النت ما بيكون منشور في شيء مواد. لا لا ابدا، بس استماره طبيه. ما في وجود، يعني ما في داعي لوجود اي اوراق، بس عن صوره هويه. صوره الهويه. صوره الهويه. طيب خلينا نحكي، ذكرت خلال حديثك انه هي التحاليل اللي بيقوم فيها اي اثنين مقبلين على الزواج لاربع تحاليل، وذكرت اخر شيء بما يتعلق بطبيعه الجنين، خلينا نحكي عن اخر تحليل لانه ما كملته بالتفصيل لكل الناس اللي عم يتابعنا. قصدك على تحليل توافق الجنيني؟ تمام. هذا التحليل مهم كثير، وايضا يعني كأنا رايي شخصي هو لازم يكون اول تحليل. لانه هذا التحليل الوحيد اللي بخليني انه انجب طفل معافى من شيء، من مرض اسمه فقر الدم المنجلي. لانه هذا المرض هو بيحدث خلل في تركيبه الكري الحمراء، مما يؤدي تحول الكري الحمراء شكلها الطبيعي من المقعر والمدور الى الشكل الهلالي والمنجلي. طيب يعني اليوم هيك حاولنا من خلالك نقدم لكل الناس معلومات كتير عن موضوع طبعا الفحص ما قبل الزواج، وهي معلومات مهمة. هل في شيء أغفلناه أو ما ذكرناه وحابب تذكره؟ لا أبدا، يعني إن شاء الله نحن أعطينا المعلومات الكافية، بس إنه مثل ما يعني نرجع منوجه رسالة إنه لازم يصير في حملات توعية أكثر عبر السوشيال ميديا وعبر المراكز الطبية ونشر الثقافي. أكيد، وهذا يمكن بيبرر وجودك اليوم عبر شاشتنا، أهمية التوعية اليوم بخصوص هيدا الموضوع. لهيك حبينا نسلط الضوء على أهمية الاختبارات ما قبل الزواج، لأنه فعليا فينا نتجنب كثير من الحالات المرضية لأطفالنا اليوم من خلال هي التحاليل. شكرا، نشكرك بالختام أكيد، ونتمنى لك التوفيق. شكرا كثير. الله يسلمكم، ضلوا بخير. شكرا لك ولوجودك. ضلوا بخير.